يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام ليس للصلاة ولا للطواف ولكن للجلوس فقط؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غير المسجد الحرام. حائض ما تلبث في المسجد، أما أنها تمر لأخذ حاجة وتخرج لا بأس، لكن الجلوس لا، ما تجلس في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. نعم.